Hi everybody, welcome to Chef Noyan channel. Today I'm going to show you how to make gross vermicelli sweet. I'm sure that you will like it and even the kids, they will love it. Don't forget to subscribe in my channel if this is first time you are watching me and like my video, and if you have any feedback or any question, you can keep it in the comment down. I will reply all. Yes, we will start first with the recipe of sweet vermicelli. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في قناتي الشاف نوريانو للشاف نور الدين. اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي ندير لكم واحد التحلية اللي عاملة ضجة في اليوتيوب بزاف، اللي هي عبارة عن حالة خشخاش. اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي نخشخشوها حنايا ونديرو حتى نحن البوز، علاش لا؟ لأن واحد الوصفة سهلة وكذلك لذيذة تعجب الكبار والصغار. نقدم نشارككم الطريقة الخاصة ديالي بإذن الله الرحمن الرحيم. إذا كنتو أول مرة كتشاهدوني، ما تنساوش الاشتراك في قناة شاف نوريانو، وكذلك تعملوا لي لايك، وكذلك إذا كاين أي استفسار أو أي ملاحظة تخليوها لي لتحت، غادي نجاوب عليها إن شاء الله الرحمن الرحيم. إذا نخليوكم مع المقادير ديال حالة خشخاش. إذا على بركة الله نبداو المقادير. غادي نحتاجو هنايا الشعرية المحمصة، إذا لم تتوفر لكم هذه الشعرية المحمصة يمكن لنا نستعملو شعرية الكنافة كذلك ونحمصوها فهي كتعطي نفس المذاق. على فكرة هذه الشعرية هذه كتجي من باكستان، كتجي من بنغلاديش، أفغانستان، الهند، كلهم عندهم هذه متوفرة عندهم أكثر لأنهم كيستعملوها. عندنا 140 غرام من القشطة طارية مخفقة كريم شونتي، وعندنا 3 معالق من الحليب محلى، و 3 معالق من القشطة، عندنا واحد النجمة الأرض اللي غادي نسمو بها، وعندنا كذلك هاد النكهة ديال الفراولة، ونحتاج البسكيت البسكويت اللي كتكون مالحة كيكون عندها الملوحة، كتكون فيها الملوحة. وعندنا كذلك هنايا الحليب، نص كأس من الحليب، جوز الهند، وللتزيين غادي نضيف هاد الشوكولا السائلة. يمكنكم تستعملوا الكراميل، يمكنكم تستعملوا أي نكهة كتفضلوا. So for the recipe we need roasted vermicelli and condensed milk 3 tablespoon. Cheese cream we need 3 tablespoon. 140 gram of whipping cream, coconut milk just like half cup, and then we need salted biscuit, and we need the strawberry flavor and one anise. So first thing what we will do, we will roast again the vermicelli again on the fry pan. إذن أول عملية غادي نقوم بها هي نحمصو هاد الشعرية هذه. So first thing what we will do, we will roast this vermicelli again and we will cut it. So we need to broke it again to become small. Just little bit time, no need to roast it long time, and we need to slow the fire. يمكن لنا نقصو من النار باش نحمصوها، لازم نقصو من النار، ما تكونش النار عالية. إذن وغادي نخلط العناصر كلهم. So now we'll mix all the ingredients here. So we'll add the cheese, cream cheese here, and the concentrated milk. نضيف الحليب المركز، وضفت القشطة. اوكي، من بعد غادي نضيف القليل من هاد النكهة، سو اد
ليتل بيت. This flavor, strawberry flavor, and then we will add the anise. Just we will grate it a little. And then في هاد نجمة الأرض غادي نحك القليل من نجمة الأرض. باش عطينا النكهة. Then and now I will mix all. You can use some spatula. نخلط الكل. من بعد ما خلطنا الكل كما كتشوفوا معايا كتصبع على هذا اللون هذا ولا هذا الشكل هذا. So after I mix all the ingredients here, it become all mix here. As you see, it's become pink color. Okay, now we'll do another step. Okay, الآن غادي نغطس هاد البسكيت في الجو في حليب عفوا في حليب جوز الهند. So we'll put this biscuit on the coconut milk. إذا نكمل. أنا قطعت هاد البسكيت قطعتها قطع مسكين. So I cut this biscuit. I use the knife so I can keep it small small so that I can keep it on this side. Okay. Then I will put the cream. Okay, keep this cream on the top. The biscuit, then spread it on the top. It was that cream heady. Okay, then one more layer again. نوضع طبقة أخرى نفس العملية. من بعد ما وضعنا طبقة أخرى من البسكيت غادي نوزع الكريمة. So I finish already other one. So now this is the last. And then now we'll add the roast vermicelli. الآن غادي نوضع الشعيرية المحمصة وبعد هادشي بعدا نحاول نكسرها معاكم. So we need to break it all. Then we'll spread it on the top. One is
longer we can cut it. Okay. Then we can keep this like a garnish here on the side, just to decorate it. And then we'll clean the plate on the side. Okay. So now we'll add the garnish. So now we'll add the garnish, the chocolate, and we'll put it on the top. الآن غادي نوضع لتزين فقط شغل من الفوق. يمكن لكم تستعملوا كراميل أو أي نكهة عندكم كتفضلوها. إذا هذا هو الشكل النهائي. كنتمنى يكون لنا الإعجاب ديالكم وتجربوه، غادي يعجب الكبار وكذلك الصغار. I wish that the dish of today that you will like it. Thank you for watching. See you for the next video. Thank you very much. إذا موعدنا إن شاء الله في وصفة قادمة بحول الله. إلى ذلك الوقت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.